يواصل 120 عاملا بوحدات إنتاج الأهجر ببلدية صدوق في ولاية بجاي احتجاجهم وتوقفهم عن العمل تنديدا بالتأخر في صب رواتبهم لمدة تصل إلى 4 أشهر كاملة. المحتجون اعتصموا أمام مقر شركة الأم المؤسسة الوطنية لإنتاج مواد البناء سوماكوب مطالبين المدير العام بالتدخل من أجل تسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية لهم. رابح صايش. غورنا 3 شهور وتوا خلصنا لي خدامين لعيدهم قران ساعدنا بلا خلاص انسان لا ديريكسيون دي بول توخلص يساعد العيد غير وراو يسا تيرم اشيو على مد جويين يتوخلص نكوني غنقلا غنتوخلص راه ونعيد راه لو كان يصور ديني شو شيك توخلص لكن نخدمي ثنا ريباري ثنا ماشين لنا تيلاقى السان يخدم لي تسنا راه غير داكيا اقلع 120 خدامين لونتربريز تقاد دي مليار ني دكار هادي هادي تشي خدمنا كاينه اقلع طلوا موسون سالير نخدم البي في بليك نقول لو سيس اللي قنت ويخلص شو هذا عقد لي 6 ولاش الا عقد لي 15 ولاش اقلعت ولا 4 شهور ماي جوان جويليه اوت